لابد أن نحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. داقت تيخش أما لنشو شرك الأكبر شرك الأصغر جواءم أبتس أخري عشت خمانر. لأن الذي يموت على الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة هو مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها. أبدس أصغري زغور شركم شرك الأكبر متيتو دينيم يخجاما أر زي جهرنمم قخمت نورا أزحما بدس يخما. من الأمثلة على الشرك الأكبر أبش أبخو بخوحنوش شرك الأكبر جخوا أم أي عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك أكبر. صدخوا دا عبادو يريخ داو دا عبادو يريخ أر ألحم شنام جاز قورم خبغ فشاما أر شرك الأكبر. من صلى لغير الله زقورم نمز يجاما ألحش خوام خوي مشو دعا غير الله يدعا يجاما زقورجا يشأواما ألحش خوام نمزا يذبح لأصحاب القبور يزقور في غجامة ماشم يلخمشش يخاف من الجن كخوف من الله سبحانه وتعالى يزقورم جنم ششنامرا ششنامة ألحش خوام زر ششنان خويم خودو